لانفيتي رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم في لو دي سيلفان حتى للثمانية. باش نحكيو توا على بطولة الشطرنج السريع اللي باش تحتضنها نابل، ولاية نابل الأيامات القادمة. نحاولوا انو نعرفوا أكثر التفاصيل. معنا بالتليفون الحكم الرئيسي سي محمد النابلي. مرحبا سي محمد الإكسبريس اف ام. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. يعيشك بارك الله فيك. بطولة الشطرنج السريع كان نقدموها البطولة هذه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. هي بطولة وطنية في الشطرنج السريع من تنظيم فرقة المونجيبالي للكشافة يوم 1 ماي بالسمعة من ولاية نابل. نحب نعطيك شوية أرقام. البطولة هذه ضم 220 لاعب مشارك، فيهم 16 فتاة، 82 لاعب تحت 20 سنة، 25 صغير تحت 12 سنة، 22 لاعب فوق 50 سنة، واللاعبين هذوما يمثلوا أكثر من 27 جمعية من كامل ترابة الجمهورية. يعني أرقام قياسية، باش تكون بطولة تاريخية إن شاء الله. ان شاء الله. وقت نحكيوا على الارقام هذه كما قلت انت والمشاركين اللي باش يكونوا موجودين في بطوله الشطرنج السريع، يخلينا نتفائلوا انه الشطرنج عنده الاحباء نتاعه وعنده الناس اللي مغرومه به وعنده زاد الابطال زاد التوانسه. اكيد الابطال، احنا البطوله في السمعه باش تكون، نحكي لك شويه زاد على القيمه الفنيه للبطوله، باش تكون بطوله هومولوجيه يعني معتمده من الاتحاد الدولي للشطرنج في التصنيف، فيها 109 لاعب مصنف، والابطال فيها 14 استاذ شطرنج، يعني 14 استاذ منهم نحكيوا على جيام الاستاذ الدولي الكبير جراند ماستر امير زعايبي بطل تونس، عندنا الانترناشونال ماستر كمال انجيلي، انترناشونال ماستر حسام المفتاحي، وثمانيه اساتذه الاتحاد الدولي معناها في دي ماستر، منهم زوز دبليو اف ام فتيات يعني اساتذه. معناتها باش يورينا اللي فما قيمه كبيره برشا. كان لهنا كان نعرفوا ما معنى الشطرنج السريع. معناتها لهنا سي محمد النابلي، الشطرنج السريع هو يعني الشطرنج ينقسم حسب الكادونس نتاع اللعب اللي باش يلعبوا بها اللاعبين، حسب التوقيت اللي تعطاه لكل لاعب. يتجاوز يعني العشر دقائق نولي نحكيو على الشطرنج السريع، اقل نحكيو على الشطرنج خاطف. وكيفوت الساعة يولي شطرنج كلاسيكي، يعني هذا باش يكون في العشرة دقائق زائد زوج ثواني على كل نقلة في الكادونس، يعني شطرنج سريع إن شاء الله البطولة. يظل معناتها الشطرنج السريع معناتها تمشي في أنه أكثر ذكاء ويكون فما رفليكس كبير برشا، معناتها كل شيء يتلعب في لحظات. يعني ما فماش برشا وقت صحيح للتفكير، ولكن يعتمدوا هنا اللاعبين على تحذيراتهم يعني في الافتتاحيات وعلى سرعة يعني التفكير متاعهم. وكي نحكيوا لهنا على القوانين متاع اللعب، معناتها من ناحيه كما قلت انت معناتها التوقيت، من ناحيه المنافسه، من ناحيه زاده انتوما كحكام معناتها في اللعبه هذه، معناتها خلينا نحكيوا معناتها كل مرحله كيفاش تكون. شوف، هو الحقيقة يقع تسجيل اللاعبين، وبعد عندنا السيستم سويس مانجر هو اللي يعمل التسويج نتاع اللاعبين. يلعبوا 9 جولات، ديما الرابح يلعب مع الرابح والخسر مع الخسر. يعني عند اللي عنده 3 نقاط مثلا يلعب مع اللي عنده 3 نقاط، وكيف يبدا يعني تتصفى الواحد. والهنا الجمهور مش إليميناتوار، معناها مش يخسر يخرج، يقعد ديما يلعب 9 جولات كاملة، معناها مين يلقى شكون في المستوى نتاعو، فهمت؟ يخسر الأول الثاني الثالث، وبعد كمان باش يلقى مع شكون يلعب في مستواه ويربح إن شاء الله. معناتها ما فيهش السيستم تاع التصفيات ولا حاجة وما عندنا نلقاو بطل. سيستم سويس هذا. أيوة. يعني ديما يلعب 9 جولات الكل يلعبهم. لهنا معناتها الفئات العمرية اللي باش تشارك في البطولة هذه. الفئات العمرية الحقيقة باش يكون مهرجان، مش دورة متاع شطرنج. صغيرات باش يشيخوا، خاطر عاملين لهم برشا مفاجآت. أنا هنا ما نحبش نحرق المفاجآت هذه، ننصح الأولياء معنا باش يجيوا حتى ولادهم يلعبوش الشطرنج، يجيبوهم ويجيو غادي يتفرجوا في السمعة نهار فيشته هو بطبيعته، ويشوفوا معناها الرياضة هذه، ويجيبوا صغيراتهم خلي يتغرموا لهم بالرياضة الفكرية هذه، فهمتني؟ وخلي معناها الشطرنج يفيدهم برشا في قدراتهم، في حياتهم، في قرايتهم، ويعطيوا بعدهم على برشا حاجات خايبة كما تعرف خويا، فهمتني؟
تري بيان. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله يكونوا في الموعد ان شاء الله. ان شاء الله اي معناتها لهنا كي نحكيوا على الالعاب الفكريه اللي تكون في تظاهرات كبيره برشا كما هذه سي محمد، تنجم تخلينا نرجعوا بالذكريات بالماضي نتاع الالعاب هذه وقت اللي كان عندها صدى كبير برشا عند العائلات، وانت تعرف معناتها الالعاب الفكريه هذه معناتها لسنوات طويله كانت موجوده في عائلاتنا في عند الصغيرات وغيره. اليوم الجيل الجديد هذا يعرف الالعاب هذه، قاعد يتعرف عليها، معناتها تنجم التظاهرات هذه تكون كخطوه انه ترجع بشويه بشويه للعادات نتاع نتاع الجيل الجديد. اي خويا شوف، هما قاعدين توا الشطرنج قاعد يرجع يعني مفتاحه يعني بدرجه كبيره، وقاعد معناها ولاو يلعبوا برشا على الصغار على الانترنت على ثم دي بلاتفورم، معناها قاعدين يلعبوا مع جوار اخرين من العالم اجمع. يعني ثم رجع الغرام ورجع الجيل هذايا ولا يلعب برشا شطرنج. تشوف الاقبال القياسي على البطوله، تحكيت لك بكري على 220 لاعب ولكن ثم فوق 60 واحد معناها يشاركوا ما نجموش بحكم وصلنا لطاقه الاستيعاب القصوى. يعني الحق راه ثم اقبال كبير كبير ياسر على الشطرنج، وان شاء الله يتواصل. وان شاء الله بالمناسبه هذه نوجه نداء لسلطه الاشراف وزاره الشباب والرياضه باش تعتني بالرياضه هذه، باش ما تقعدش الرياضه هذه راهي ممشى. راهو صغيراتنا في تونس يستحقوا خير 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 برشا في رياضه الشطرنج من اللي قاعده تعمل فيه معناها الوزاره. واضح. شكون من البلدان اللي عندها تقاليد كبيره في الرياضه هذه؟ ولا نشوف فما برشا جهات عندها تقاليد كبيره، نحكيوا على في الساحل يعني مدينه بوحجر، فما قصيده المديوني، فما بنزرت، فما صفاقس اكيد، فما ما نحبش نتكلم باش ما ننساش كيف. وفي العالم وفي العالم سي محمد كل الجهات الحقيقه عندهم تقاليد وعندهم يعني لاعبين كبار وعندهم معنا تاريخ كبير في الرياضه هذه. واضح. وفي البلدان في العالم، البلدان الاوروبيه، البلدان الاسيويه، انهم البلدان اللي عندهم تقاليد وديما يشاركوا وديما تلقاهم ديجا في البوديوم حاليا؟ هو قاعده تلعب بطوله العالم يعني في الشطرنج الكلاسيكي، بطوله العالم قاعدين يلعبوا عليها واحد روسي واحد صيني، يعني توا الصين والدول الكبيره الكل هي بالشطرنج يعني ولا حتى في المدارس ولا يقريوا فيه ولا تر الرياضه فيها عندها اهميه وبعد كبير برشا. تشوف كي تلقى روسيا والصين يلعبوا على بطوله العالم توا، تلقى امريكا وتلقى يعني الدول الكبيره وفرنسا والكل، تفهم معناها الرياضه هذه قداش العالم عندها امبورتونس كبيره ديجا حتى على الشخصيه نتاع الاطفال، معناتها تنجم تنمي القدرات نتاعهم الفكريه. وانت تعرف الرياضات هذه والالعاب الفكريه هذه عندها معناتها تاثير ايجابي على النفسيه والشخصيه نتاع الصغار. شوف هي باهيه للصغير والكبير، في بالك اللي يلعب شطرنج توا الكبير ما يمرضش بالزهايمر، اللي عمله دراسات فهمتني راي. حتى انا عندي صاحبي ابوه معناه عنده شويه زهايمر واحد ولا يلعب في الشطرنج تحسن. نحكي لك معناه بالحق الرياضه هذه عندها بالنسبه للصغير، بالنسبه للصغير المنافع كبيره معناه كبيره برشا، تقوي له الميموار نتاعو، تقوي له الاناليز التفكير والكالكول، تعاونوا مع الماتير سيونتيفيك، شخصيته كيف كيف تولي في حياته، يعرف يخمم، يعرف يهزر القدام، يعرف يولي يتعلم الصبر. بالحقيقه باللي نحكي لك ما لازمش نحكي لك على المنافع والفوائد نتاع رياضه الشطرنج على الصغار. تخي بيان، دونك الرونديفو ان شاء الله في السمعه نهار 1 مايو بطوله الشطرنج السريعه. يعطيك الصحه، شكرا ليك. بالله نحب نتوجه بالشكر للمدعمين نتاعنا في الدوره هذه، لابوراتوار ميديز، رابطة الرواد والأحباء بالسمعة، الأكاديمية الدولية للشطرنج بيكا والسيد وسيم الصياح على الدعم المتواصل للشطرنج في بلادنا واللي وفروا لنا المعدات لنجاح البطولة هذه، وفريق التنظيم الكل اللي قاعد يعمل في مجهود غير عادي لتحضير البطولة هذه. تخبيه يعطيك الصحة، بارك الله فيك الحكم الرئيسي محمد النابي على كل هذه التفاصيل. رجعنا معكم وصلنا معكم حتى للثمانية.